تعزيزا للهوية الفلسطينية ودمجا لها مع الثقافة الأوروبية، عروض فنية وموسيقية تجوب شوارع قطاع غزة عبر ما يسمى كرنفال الشارع. تتجول الفرحة في شوارع من غابت عنهم الحياة بفعل الحصار. عروض بهلوانية مزركشة بالألوان، فنون السيرك، شخصيات كرتونية، فرق الكشافة الفلسطينية وغيرها من الفرق ضمت 122 فنانا أطلقوا العنان لمواهبهم لبث البهجة في المدينة. هنلعب الأطفال من بعيد، طبعا هنلعب سيرك، هنعملهم كوميديا، وإحنا طبعا رجلين طوال لابسين، وشكل جديد، كاركتر جديد عندنا في قطاع غزة. دورنا كمدرسة غزة للسيرك طبعا بعرض فنون السيرك المتنوعة التي تحتويها المدرسة، ما فيه من عروض توازن وعروض أدوات السيرك أو ما تسمى بجنجلير وعروض المهرجين أو ما يسمى الكلاون. الأمر في نظر هؤلاء يتجاوز الرقص والموسيقى إلى التاريخ والثقافة الشعبية. الهدف الأساسي من الكرنفال أنه ندمج بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الأوروبية. كيف بندمج بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الأوروبية؟ عن طريق الفنون. الفنون عندنا يعني زي السكيت والمهرجين والكلاون والأشياء هاي فنون أوروبية، لكن مثلا الكشافة فن فلسطيني أصيل، الدبكة الشعبية فن فلسطيني أصيل، وإحنا عن طريق هذا الكرنفال بنأكد إنه هويتنا الفلسطينية وثقافتنا الفلسطينية ما بتتعارض مع أي ثقافة أخرى. حطت أدراج هذا الكرنفال في ميناء غزة. تبدأ فرقة سول باند الفلسطينية الغناء للحرية التي يطوق إليها كل محاصر هنا. هذه غزة التي نريد والتي نحلم أيضا، بعيدا عن صورة الدمار والحرب التي دائما تتصدر الصحف، هذه غزة التي نحلم. اختتم الكرنفال بالدبكة الفلسطينية ومتحف الشارع الذي ضم 24 لوحة تنطق بالحب والسلام والحياة لثمانية فنانين أوروبيين وعرب. نذير سليم، الغد، غزة، فلسطين.